بسم الله الرحمن الرحيم، أحمدك ربي كما علمتنا أن نحمد، وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وعلى كل من اتبع الطريق الأوحد. هاد الناس المؤمنين في هذا البيت المبارك بغاو باش يديروا صدقة المتوفى ديالهم باش ينالوا واحد الأجر ويلحقوا إن شاء الله بحول الله. فالاجتماع هاد ديالنا ماشي جديد ديال الحزن، لا، وإنما باش نتذكروا حنايا وندعيو مع الميت ونخرجوا حنايا وحنا واخدين واحد العبرة. وسيد ربي قال لنا فاعتبروا يا أولي الأبصار. فحيت نجيو نديروا إحصاءات تنصيبوا غالبيا ولا بد شي واحد في شي عائلة مات لهم شي واحد، ولا بد، إما عاد هذه ثلاث أيام دابا واحد في عمره نهار، وليد في عمره نهار مسكين ومجدين أسبوع وكذا كذا، ولكن توفى الله عز وجل. فلهذا بالنسبة للموت ما فيهاش شي عمر، ولا تيموت غير هذاك اللي هو مريض، لا، الموت حتى تجي للصغير والكبير والرجل والمرأة والغني والفقير واللي عنده قوة والضعيف كل شيء. بل شحال من واحد تيزورو شي واحد مريض وتيبقاو يوصيوه ايوا تهلا وعندك الدهش وكذا كذا، والثلثين ديال هذوك اللي زاروه ماتوا وهو باقي حي. علاش؟ باش يعطينا سيدي ربي يقول لك عندك، وتصيب لك حتى الاطباء اللي تجي لعندو انت مريض باش غادي يعالجك، حتى هو تصيبو لك راه عالجك ولكن راه مات قبل منك انت. باش يبين هذاك اللي ما عارفش وما عندوش التحليلات ديال سيدي ربي اش يقول؟ رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي. معناه قال لك انا شفت هاد الموت دايره بحال شي لاقا غادي في الظلام غير تتخبط، اللي قصو مشى واللي زقلاتو راه فلت. لا، هذا راه امر الله، وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا، ومن يريد ثواب الدنيا نوته منها ومن يريد ثواب الآخرة نوته منها وسنجزي الشاكرين. شي الأجل، ولكن هذا الأجل ما عرفناش، لا انت ولا ينال. ربما نتكلم معكم هنايا وشحال عندنا فيديو تنشوفوا شي واحد تيتكلم وتيموت وهو تيتكلم، ولا مشي للدار هذاك اللي دار لك المسكين الله اكبر اودي هذا الشيء دابا راه حنا غادي عاد نقولوا حيت مات مسكين زعما هذاك اللي باقي حي راه قوي وغادي، لا اللي ما زعما راه مسكين صافي، لا. هذا سيد ربي دار لنا اربعه ديال انواع الحياه: الحياه البطنيه، الحياه الدنيويه، الحياه البرزخيه اللي هي ديال القبر، والحياه الاخرويه. وعطانا سيد ربي واحد المثال جوج ديال الحياه، جوج تنشوفوهم بعينينا وحده ما تنشوفوهاش وحده تنشوفو النص، وداك النص ما عندناش فيه المعلومات الحقائق حتى تعطينا الرسول صلى الله عليه وسلم. عندنا جوج اللي تنشوفو بعينينا هي الحياه البطنيه تنشوفو بليكوغرافي هو تيبان، وعندنا الحياه الدنيويه حنا تنشوفو دابا. الحياه البرزخيه جايه ما بين الدنيا والاخره، تنشوفو حنا غير القبور قدامنا هادشي اللي تيبان، ولكن اش كاين تمايا من غير القبور؟ هذه واحد الحياه اخرى خبرنا عليها الله عز وجل وخبرنا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، تتسمى حياه البرزخيه، بحال غنقولوا قاعه الانتظار سال داتونت، تتسناو شنو تتسناو؟ قيام الساعه النفخ في الصور باش غادي يتبعثوا الناس من القبور. كل شيء زعما شو من سيدنا ادم عليه السلام كل شيء قالت كل شيء هذا، ولكن ماشي غير جالسين، اما تيتنعموا واما تيتعذبوا. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا داز على جوج قبوره وقال لهم هادو يعذبان، هادو يعذبان وما يعذبان في كبير. اللي ما فاش يقول لك ايوا من اللي ماشي كبير اش غيتعذبوا؟ لا، لا يعذبان في كبير في اعتقادهما، اما هو كبير عند الله والا ما غيكونش العذاب. حيت قالنا يعذبان بمعنى راه كاين عذاب القبر وكاين النعيم ديال القبر. فلهذا حيت مشي انا للقبر والمقبره باش نزور ماشي يبان لي انا غير الحجر، لا، هذيك راه حياة أخرى. لهذا شنو تيخصني غادي ندير؟ أنا خصني ناخذ العبرة غير بهاد جوج الحياة اللي قدامي تنشوفهم ديال البطن وديال الحياة. هذه ديال البطن شحال الاتساع اللي كاين في وسط هذا الرحم هذا ديال المرأة شحال؟
حاجة هادي دابا حنا غادي نقولوا هادي بيت واحد قدها كقبضة شي حاجة صغيرة وكلنا دزنا تمايا وسانت الإطوال ما كاينش شي واحد كيولد المزلوط كيولد الغني كيولد الأمير كيولد الفقير كلشي كان عايش خمسة دنود ماشي حتى خمسة ميات نجمة البرد ما تيحش به دابا هذيك المرة اللي حاملة دابا وحنا البرد لا ما تتحش هذاك الجنين عندها ما يحش علاش لأن الله مكفل به كلشي مقاد والمسافة صغيرة حنا دابا إلا جلستي فشي بلاصة ضيقة وطلقنا لك اتساع تطلق رجليك وتقول والله إلا كنت مهلوك أنا وكان سميتو تتحس براسك كلشي ولا تيتنمل وتسعجور وحنا دايرين هكا معوكفين وتنخرجوا وتنبكيو لان هذاك الشيء اللي حنا كنا فيه كنا مبرعين كتبنا هذا الجنجي والتمارة دابا ولدتك امك يا ابن ادم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فاعمل لنفسك ان تكون اذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا فحيت تصب الولي تيخرج الكرش من كرش امه شنو كاين شي ولد في العالم تيخرج وهو ضاحك كلشي تيبكي هذا تيسميوه الفقهاء الاستهلال بمعنى إذا ما خرجت يبكي راه علاش يسهلان؟ لأن التريكة كلها والورث كله تيتوقف على هذيك المرأة اللي حاملة باش نشوفوا يقد يكون ذاك الراجل اللي مات عنده هذا تيتسناو غير إما غادي هذاك الذكر غادي يدي كل شيء وأنت عندها بالنسبة لها غادي تشد النص ومشى عاد عند الورثة الآخرين بمعنى هذاك راه وقف عليه الحركة وشنو؟ تيتولد تيبكي والناس أبدا بالذبيحة وفرحانين وتيضحكوا كل شيء أشي يقول لك الحكيم قال لك واعمل الحياة ديالك واحد العمل باش في الوقت فاش يكون العائلة ديالك تيبكيو انت تكون تضحك لأن غادي تكون شتي المقام ديالك لأن تيوري الله عز وجل الإنسان علاش ما مقبولاش التوبة في الغرغارة لا بل المقام وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد كنت غافل هذا واحد الفيروس سميته فيروس ديال الغين هي الغفلة غافلين على المصير ديالنا ماديه واخا تنشوفوا قدامنا الموتى وداكشي غافلين غير طنا وعاود نرجعوا تصير تدا شي جنازه ثلاث ايام يبكي وداكشي هذا كل مره تشد راسها وقلت لها وتعود حليمه الى عادتها القديمه علاش انا ما عندناش الثقه مع ان سيد ربي من الحكمه ديالو الربانيه بغى يذوقنا الموت يوميا راه كلنا دابا كلشي هذا الحضور هذا واللي غيسمعونا تنموتوا يوميا هذيك الموتى تسمى الموتى الصغرى تيدوخنا سيد ربي الموتى الصغرى نوري لكم دابا الحياه البرزخيه من خلال الموتى الصغرى جوج الناس ناعسين واحد نعسناه في الحرير ونعسناه في شي فراش داك الشيء والكاشه ديال البريز وواحد طاح من فوق السداري للقص وبجوج ناعسين ربما هذاك اللي فوق القاص تينوض يقول لك واحد الرؤيه زوينه شت عرفتي كذا وهذاك اللي فوق السرير في واحد المحنه واحد العالم وواحد سميتو تيقول لك لاباس من اللي جاب الله اللي فيه قتيني ايوا حنا على حسب النظر ديالنا شكون اللي غادي يكون مبرع اللي فوق السرير وشكون اللي غادي يكون محن اللي طيح للقص والبردابه حتى نوضهم نقول لهم عاودوا لنا لان كانوا في حياه اخرى تقول سيد ربي الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل المسمى داك الشيء على جابات نقول والله إلا شتبه في المنام شتمي في المنام مات هذه 20 عام ولا 30 عام علاش لأن الأرواح تتلقى راه وليتي ميت وتيقولوها الموتى الصغرى تيقول ليه النعاس خو الموت خذ فتتصيب لك انسان شي وحدين جايين من الخارج ومتشوقين للعائلة ديالهم الرجل مع المرأة ومتشوقين وقال لها ما ننعش وجابت واحد البيدو عامر بالماء والدنيا شوية سخونة قال لها مرة تبقى ترشيني
باش نبقى فايق ما نعسوش حتى نمشيو للدار ديالنا نعسو. تترشو 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 حتى ترشو بجوج نعس. واخا تيترج نعس شو حيت يجي الوقت ديال النعاس بحال هذاك الاجل نعس وتيسوق. داروا قصيده مشى عبد الله بجوج تيوري الناس هاد ربي تيقول لك شتي هذه هذه الموتى الصغرى. حتى النوضو اش نقولوا الحمد لله الذي احيانا احيانا معنى احيانا كنا ميتين بعدما اماتنا واليه النشور. يوم اللي حيتي عاود رجعت قد الامور ديالك احنا ترجعتي لان غدا يوم القيامه حيت زي موت الانسان تيقول له ربي رجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. يا ربي رجع انا غادي صافي ما غاديش نخرج من الجامع وغادي تيجي من الجواب كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يبعثون. ها برزخ ها هو هو البرزخ ما غاديش يرجعوا. فلهذا الحسن البصري رحمه الله هذا من التابعين لان عندنا الرسول صلى الله عليه وسلم اللي معهم الصحابه واللي حيت ماتوا الصحابه جاوا من بعد منهم ما شافوش الرسول صلى الله عليه وسلم سميتو بالتابعين واللي من بعدهم سميتو تابعي التابعين. الحسن البصري رحمه الله من التابعين معناه بينه وما بين الرسول صلى الله عليه وسلم واحد الحلقه اللي هو الصحابه. وقف على قبر وقدام جنازه وقال لواحد جنبو بالهدوء الدرس عملي قال لي تخيل دابا هذا الميت لو كان عاود حيا اش يدير؟ قال لي داك الشيء اللي عنده الفلوس يتصدق بهم الجامع يشدو هذاك يتسامح مع الناس ما يتبع حتى شي واحد. قال لي ودي هذا ما بقى ما يرجع ولكن انت داك الشيء اللي غادي يدير هذا ديرو انت دابا. فحتى حنا دابا حنا خصنا دابا شنو نديرو؟ حنا متكاسلين بزاف وغادي نختم بهذا المثال هذا في تعاملنا مع الله. حيت نجيو للمسلمين في تعامل مع الله ثلاثه الاصناف ثلاثه الاصناف في تعامل كلنا تنعرفوا الله وتنعرفوا بانه جبار وبانه منتقم وبانه رحمن وبانه رحيم وبانه في صفات 99 مما علمنا ومما لم نعلم الله عز وجل اعلم بها. هو ما عندناش ثقه ما عندناش ثقه بان الله منتقم. حنا تنقول الله غفور رحيم منتقم في الدنيا قبل الاخره. هاد التعامل ديالنا مع الله واحد تقول سيد ربي قالها صافي ما نقشوش قالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير صافي ما كاينش النقاش. شي واحد يتلقى هكا وهكا اي أيوة والله غفور رحيم واش بس ما كان واحد كاع مفضي كاع ما داير والو بحال شي تلميذ وتلميذه عندي دابا هذه التلميذه راه تسهي الدكتوراه ديالها وتلميذ مفضي هذيك التلميذه جابت 15 في معدل وتتبكي هذه دابا ديال البكالوريا قالت لها انا مالك تتبكي قالت لك ما نعرف واش ننجح ولا لا. وواحد من ولد امالو جايب جوج معدل قال لك هذا راه مدوخه حنا جوج راه طامعين في النجاح هذا مدوخه هذه 15 وتتبكي انا جوج طامع هي دابا حنا تتصيب لك لا صلاه ولا عباده ولا يديك ولا يخليك وطامع قال لك احنا طامعين في رحمه الله. شوف هذه اللي حار القلب ديالها وهي عطات النتيجه. هذاك الاخر ما نعرف فين رد به الله عز وجل في الحياه ديالو دابا راه مرت ولا شي حاجه. فلهذا هنايا خصنا نشوفوا هاد الاصناف احنا غنشوفوا هاد الاصناف ثلاثه. واحد الملك بغى يعطي هاد المثال هذا لهذوك الوزراء ديالو باش يعطي للشعب ديالو باش يربطهم بالاخره. جاب ثلاثه الوزراء وقال لهم شوفوا غتمشوا للفيرمه ديالي الفلانيه غادي يديكم الشيفور وهالخيشات وكل واحد يعمر خيشه من هذاك الشيء اللي كان في الشجر ديال دوك الفواكه ما يشوفش شي خدام هو الراسو يعمر وجيبوا لي داك الشيء. هادو هما الاصناف هكا تتعاملوا مع الله عز وجل ملك الملوك. مشاو لتما ما عرفوش اش بغى الملك بهذا الشيء هذا اش غيدير مشاو. فالاول قال الملك قالها واش غنبقى نناقش امشى تطلع فوق الشجر ويختار ليك التفاح المزيان البنان المزيان البعوده مزيان وتيعمر الخيشه. قال لي واش مالك دابا هذا غير بغى يمردنا وصافي انا ندير لي غير توجيهها. بدا تيجمع داك الشيء اللي خامش طايح في الارض وتيعمر تيعمر حتى بقى لي واحد شي شويه ودار فيه التوجيهها. اخر قال لي اش كاع غادي يطل هذاك هو مسالي لي انا عادي يطل ولا شي حاجه عمر داك الشيء غير داك الخشلع هذاك الشيء الخامج وداك الشيء عمرو وسميتو هذا والاخر مسكين راه باقي فوق الشجر يلقط. كملوا داك الشيء جا الشيفور عاود جاو قدام الملك في القصر. نعناس هما ها الخناشيع كل الخناشيم من الظهير باينين كلهم عامرين كيف كيف. قال لهم عرفتوا فيها اش غديروا دابا؟ غادي نصيفطكم للقصر الفلاني ديالي وغادي كل واحد
راه البلاصه ديالو معينه غادي يتسد عليه وداك الشيء اللي جمع هو الماكله ديالو مده ديال 3 شهور. فمشاو هذاك مول الخشلع من النهار الاول مرت مسكين تاكل الخماج من النهار الاول. هذاك الاخر واحد اليومين ولا 3 ايام ضربها شي شويه ديال التوجيهه ومشى مع الخماج لان الجوع الجوع حار. تيقول لك احسن طباخ في العالم هو الجوع. شي احسن طباخ عطيه لواحد ما نعرف اش نعطيه يبقى يدير لك ها ويقول لك مسوس حلو داك الشيء ولكن شي جيعان اش يدير؟ حتى تشوفهم في السوق ولا شي حاجه وتيدير لك شي مضغه ديال الخبز مع اتاي تتشهي الجوع. هذاك الاخر 3 شهور كلها دوزها برا. قال لك هذا هو المثال ولله المثل الاعلى معا. سيد ربي سبحانه وتعالى قالنا في الحديث القدسي يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. انت العمل ديالك شوف شنو درتي فيه شوف عمرتي ديك الخيشه. فدابا كل واحد راه عارف راسو باش عمر شي صون كركبه هذاك الشيء راه خماجه بهذاك صون كركبه وحيت يجي الماتش قال ساعتين وتيتسنى قال لك الفريق غادي يجي الفريق تيتسنى والتريكو فيه الرايه وهز الرايه والطربوج بالرايه وداك الشيء والسي باس عرفتي شنو دايرين شي فيديوهات ديال ايامات ديال لا كوب ديال قطر وداك الشيء وشي واحد شد دوك الكراسه ديال سميتو ودور عليهم واحد الخيط هذا ديالو ديال مرتو ديال كذا كذا واحد داير الجويجه واحد داير المنجل واحد كل واحد شاد البلاصه ديالو بكري هادشي راه من 8 الصباح الماتش راه حتى 8 الليل وفي العباده مرخي الله غفور رحيم. ها انت انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها. يا كل واحد يشوف الخنشه ديالو حنا راه مات كل واحد ولا تزر وازره وزر اخرى. سيد ربي قال في الختام ديال سورة المدثر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنة يتساءلون عن المجرمين. في بالكم شكون المجرم؟ واش لقيت الروح؟ شكون المجرم؟ شنو اش من جريمة دار؟ راه حنا دابا حنا مقبلين على رمضان اش من جريمة؟ أكبر جريمة هي ما تيصليش. اسمع معايا أكبر واخا تجيب لي لافيش أنتروبوميتريك واخا تجيب لي حسن السيرة مجرم عند الله عز وجل مجرم وعند المؤمنين مجرم. تسولوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إوا دابا من هنا نخرجوا إن شاء الله ما نلعبوش على راسنا. كيفاش نلعبوا على راسنا؟ شي واحد جالس معاه كان الناس وجا دخل واحد صحيح قال لهم فين فيكم عبد الرحمن؟ قال لي واحد انا شدو تيعطي البنيه حتى خلى لي الوجه ديالو ما تيبانش بالدم ومشى بحالاتو مابقاوش يشوفوا فيه الناس حالن فيه تيضحك. قال لي اش تضحك؟ قال لي غير كذبت عليه ماشي انا عبد الرحمن. جبتيها في راسك جبتيها في راسك هكا دابا الا انت جالس في هذه الدنيا وشتي باك مات وعائلتك وكل شيء وهالقبور تيعمرو وهالديور تيخواو ورغم ذلك باقي تتلعب راك هلكتي راسك بحال هذا راك بحال هذا الا ضحكتي على هذا بهذا المثال المحسوس ايوا راه بحال هكا انت تضحك على راسك وتتوجد راسك للعذاب ماشي ديال هذيك الضربه ديال هذاك هذا عذاب اليم طويل. فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثقه احد. فان شاء الله بهذا المجلس هذا بهذه النيه ديال هاد المالين الدار اللي يجمعونا على اساس الترحم على هاد الفقيد ديالهم رحمه الله عليه رحمه واسعه نخرجوا من هنايا حيت نخرجوا حنايا بالنيه ديال التوبه لله غادي تكون في الصحيفه ديالو لانه هو السبب اللي هو باش جمعنا وتبنا. اللي ما تيصليش يصلي اللي تيصلي ويجمع الصلاه يصلي فوقها اللي تيصلي في الدار يمشي يصلي في الجامع اللي واكل شي واحد يمشي يرد ليه ديالو ما يقولش راني مطور اللي مدحس مع شي واحد يتسامح هو وياه. الدنيا دايزه وجاي الحساب والعقاب. فنطلب الله عز وجل يوفقنا لما فيه الخير واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. السيد هذا الله يرحمه رحمه واسعه الله يوسع عليه في القبر ديالو الله يلحقنا به مسلمين غير مبدلين ولا مغيرين. الله يجعل هذا الشهاده اللي كان في هذا المجلس هذا في صحيفته يا ارحم الراحمين يجعل هذه الساعه ساعه اجابه
وجعلها ساعة إنابة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.